الجيش العراقي والحشد الشعبي يستعدان لتحرير مدينة الموصل، وحكومة نينوى المحلية تدعو للتعامل بجدية مع الملف الأمني والإنساني للمدينة. يواصل الجيش العراقي والحشد الشعبي الاستعداد لإطلاق عملية تحرير مدينة الموصل في محافظة نينوى التي يسيطر عليها تنظيم داعش منذ حزيران من العام الماضي. وتقدم هذه القوات مرهون بتقدم القوات العراقية وتحرير مناطق أوسع في جنوب مدينة موصل باتجاه قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين، حيث أن تحرير المركز سيكون أسهل من السيطرة على المناطق غرب المدينة. لدينا أكثر من 8000 متطوع، ولو أن الحكومة وفرت البعض من المستلزمات الرئيسية والأسلحة لا استطعنا أن نوصل بعدد المقاتلين إلى أكثر من 20000 مقاتل. بالتالي هذا الرقم مع الشرطة المحلية، مع قواتنا، قوات البيشمركة والجيش العراقي الآن قيادة عمليات أيضا تتهيأ في هذا الأمر، أعتقد بأنه كافية جدا لخوض معركة. هذا ووضعت حكومة نينوى المحلية خطة موسعة تحسبا لموجة نزوح متوقعة داخل الموصل مع بدء عمليات تحرير المدينة. كإجراء نحن كحكومة محلية في نينوى وضعنا آلية بالشكل اللي عندما تتوفر منافذ آمنة لخروج المدنيين الأبرياء العزل، الحكومة المحلية وضعت في خطة الموازنة هذه مجمعات عبارة عن خيم، 33000 خيمة، وكرفانات أيضا بحدود 3000 كرفان، مستشفيات ميدانية، جسور متحركة أيضا في حال قطع الجسور ما بين الساحل الأيمن والساحل الأيسر في الموصل. هذا وتناشد حكومة نينوى الحكومة العراقية الاتحادية والمجتمع الدولي للتعامل بجدية مع الملف الأمني والإنساني لمدينة الموصل.